إذن هذا هو واد سيدي عثمان اللي يفصل بين قربة ومعتمدية الميدة. بالطبيعة الواد هذايا هو واد مطر في الأصل، كان يصب في البحر، إذن كان نظيف، كان يعمل 6 سنين كيف البحر كما تراو. بحر سيدي عثمان حاجة تعمل كيف، برشا ناس يجيوا صيفوا هنا، برشا ناس يجيوا بكرهبهم يعديوا نهار سمح هنا. لكن الإشكال الجديد المستجد هو هذا الواد اللي كان كما قلنا واد بتاع ماء، ولا يتصب فيه المياه الآسنة بتاع محطة هير في قربة. كانت خسر سعد قبل ما نخش نعمل بريها غير التالي، كانت خسر سعد أتم على الكلمة من جميعهم فلاحة بحر. تو ما عادش ولينا عايشين في كارثة كبيرة، من الوشوشة من الوسخ من رايحة الكريهة، فلاحتنا ماتت سي ما عاش فينا، والدولة مش متلفتتنا حتى طرف. عملنا شكاية في 50,000 شكاية، لو واحد صنتنا ولو واحد جانا وشاف. سيد الولي عنده معلومة، سيد المعتمد عنده معلومة، الناس كل عندها معلومة، وعملنا احنا كفلاحة عملنا جواب لوزارة الفلاحة، من ما عاونونا اتحاد الفلاحين بتاع قربة، وعملنا جواب كله للتطهير هذايا مرمدنا ونجموا نستغلوه في الفلاحة. لكني بس انا تحت المحطة تيم تقربة تاخذ في الماء من قربة ومن ميدا ومن عاشم مازد ميم، المعدل 38 مليون متر كوب سنويا، اللي هي يعادل زوز ولا 3 سدود. هذا الماء كل هابط في الواد، يهبط البحر ويهبط في الواد ما حوالي 4-5 كيلومتر. ما نحكي لكش على الوشواشة، وإحنا سنسنا بقى الوشواشة طولت عشيرتنا الوشواشة والنموز، أنا مع عشرين هدو قلت أنا ما نجيش نرقد في الليل إلا بغير الوشواشة، كما تجيش الوشواشة ما نرقد في الليل إذا ما الوشواشة تكون موجودة.